مفهوم الديني ندعو لبعضنا البعض، ندعو الله عز وجل يسدد ديون بعضنا، يشافي مرضانا، يرحم موتانا. يعني خلي دائما ابدا في عندك لحظه الافطار دعوات لله عز وجل، مش لك لنفسك بس، لكل المسلمين حواليك. يا رب تفرج امر المسلمين، يا رب تسكن دماءهم، يا رب انك تقبل ديونهم. ترى بتكون هذه الدعاء للمسلمين، ولك ملك يقول ولك مثل ذلك، يعني الله عز وجل يسخر لك ملكا ايضا يقول لك مثل ذلك، فتكون انت دعيت للبشر وملك دعا إلى. فانت لما تدعو لنفسك هذه دعوات لا ترد، اني يا رب تفرج كرب المسلمين، يا رب تحسن دماء المسلمين، يا رب تقضي ديونهم، يا رب تشافي مرضاهم. فالله عز وجل من بركه الدعاء يستجيب لنا جميعا ويجعل خير هذا الدعاء لك ايضا. فانت مش ملك صالح هذا الدعاء، احنا كلنا ندعو الله عز وجل. ناخذ اخر اتصال في حلقه اليوم قبل ما نبدا في الدعاء. الو نعم. ناخذ ادعيه ما دام انه اتصال انقطع، خلينا ندعو الله عز وجل لعل الله تبارك وتعالى ان يستجيب لنا اجمعين.